احنا خرجنا من انتخابات تشريعية للأسف ما كانش فما برشا شكون اللي جاوا صوت وخاصة من الشباب. نقول لهم اليوم نعاولوا عليكم باش تجيوا وتصوتوا وتمارسوا حقكم، ولكن تمارسوه بكل وعي ودون التأثر بأي شيء آخر. تحطوا قدامكم شكون تميزوا ما بين الـ يعني المترشحين وتختاروا عن وعي اللي تروه أصلح. أنا صحيح مترشحة، ما لازمش تراو وأنه أنا مترشحة مرأة، أنا مترشحة لرئاسة الجمهورية، أنا مرشحة ورئيسة إن شاء الله كل التونسيين. إذا أنا اقتنعت بي صوتوا لي، إذا ما اقتنعتوش بي أنا أؤمن بالحرية وبحق الاختيار. ونشكر كل التوانسة ونتمنى أنهم راوهم في الانتخابات في نوفمبر العدد متاعهم يكبر، لأنه العدد وقت اللي يكبر أكثر من اللي كان في الانتخابات التشريعية، هذا في حد ذاته بالنسبة لي أنا فوز للانتخابات في حد ذاته.